حاليا راح نتكلم عن كيفية تسجيل الدخول في موقع إيزي كلاس. مثل ما هو ظاهر أمامنا، عندنا خانتين: خانة الطالب إدخال رمز الدخول، وخانة المدرس تسجيل مجاني. عند خانة الطالب إدخال رمز الدخول، كل اللي على الطالب إنه يسجل أو يكتب رمز الدخول أو ينسخ رمز الدخول اللي يعطيه إياه المعلم، رمز الدخول للمادة أو رمز الدخول للمجموعة، وراح أشرح بالتفصيل بالنسبة للطالب. حاليا راح أشرح بالتفصيل بالنسبة للمدرس. لما أنا أدش الموقع وبأسجل بالنسبة للمدرس كأول مرة، راح أروح لقائمة أو خانة مدرس تسجيل مجاني، وأعبي البيانات مثلا الاسم، اسم العائلة، البريد الإلكتروني، وأعيد كتابة البريد الإلكتروني، الجنس ذكر أو أنثى، كلمة المرور، وأعيد كتابة كلمة المرور، وبالأخير تسجيل. بالنسبة لي أنا مسجلة من قبل، فما راح أروح لخانة مدرس تسجيل مجاني، راح أروح على طول خانة الدخول واختار الإيميل اللي أنا سجلت دخولي عليه وكلمة المرور. انتر أو الدخول. مثل ما هو واضح أمامنا، هذه الشاشة اللي راح تظهر لي لما أسجل الدخول. طبعا عندنا هذه الخانة، هي ملف الشخصي، هي نفسها اللي هني، فأنا لي الحرية إذا أبي أدخل على الملف الشخصي أدخل من خلال هالخانة أو الملف الشخصي. هذه الخانة هي خانة الإشعارات. مثلا أحد حط لي لايك، أحد حط لي تعليق، أو أبلغ عن كلام أنا نشرته، راح يظهر لي خانة الإشعارات. الخانة التي تليها هي خانة طلبة الصداقة. ليس هناك مثلا، أنا الحين ما عندي طلبة الصداقة، إذا حط طالب إضافتي راح يظهر لي هني، لي الأحقية بإني أرفض أو أقبل. دعوات لأنشطة، أحد دعاني إلى نشاط معين راح يظهر لي. طلبات الانضمام إلى صف، وطلبات الانضمام إلى مجموعة مثل ما ذكرت لي الحق بإني أرفض أو أقبل. الخانة التي تليها هي خانة أو محرك البحث. أبحث عن مدرس أو طلاب، مجرد أكتب الاسم راح يظهر لي. خنروح للملف الشخصي. لما نضغط على الملف الشخصي مثل ما هو ظاهر أمامنا، التحديثات والمعلومات الشخصية. شنو التحديثات؟ التحديثات عبارة عن كل شيء أنا أكتبه راح يكون بهالغامض، مثل ما أنا هني كاتبة كل عام وأنتم بخير، اليوم محطوط لي والساعة. يقدر أي أحد يعلق على هالكلام أو يضغط لي أعجبني أو البلاغ عن، مثل ما ذكرت راح يطلع لي بهالقائمة، قائمة الإشعارات، إذا حد علق أو حط لي لايك. شلون ننشر الكلام؟ أو قبل الله شلون ننشر؟ منو يقدر يشوف هالكلام؟ هذا الكلام أو التحديث راح يكون بشكل عام بالنسبة لأكاونتي. أي شخص يدش أكاونتي يقدر يشوف هالكلام، مو شرط مثلا رمز دخول أو دخول للمادة أو رمز دخول للمجموعة، هذا الكلام بشكل عام. مثلا أنا هني أبي أكتب السلام عليكم، وأقدر مع الكلام أحمل أي شيء من جهازي اللابتوب، أحمل مثلا صورة وأرفقها مع الكلام، وملف شخصي مثلا PDF أو أي شيء يتعلق بالموضوع، وإضافة URL اللي هو فيديو من اليوتيوب، وبعدها أضغط أنشر.
فهذه من مميزات إيزي كلاس، إنه مع الكلام أقدر أرفق صورة أو ملف أو رابط بعد كلمة أنشر. مثل ما شفنا إن هذا الكلام محطوط لي الساعة متى نشرته. طبعا قائمة المواد أنا سويت لي مادة على أساس يبين لكم إن قائمة المواد، إذا أنا عندي مادة راح يبين لي هني، وراح نتعلم شلون أنشأ مادة. بعد التحديثات عندنا المعلومات الشخصية، مثلا أنا كاتبة معلوماتي غلط أبي أعدلها أبي أزيد، أروح الخانة التعديل. مثلا ما أبي، عندنا طبعا خانة تعديل معلومات الحساب، الاسم، اسم العائلة كله صح، وأنا اخترت البلد مثلا المدينة كويت سيتي، المدرسة إذا حابين، تاريخ الميلاد تكتبونه أو تعدلون عليه، نعدل على السنة مثلا. نختار السنة ونعدل عليه، وبعدين نضغط أنثى طبعا ونضغط حق. هذه معلومات الحساب. معلومات الشخصية مثلا المواد التي يتم تدريسها رياضيات، الفصول التي يتم تدريسها الثانية ابتدائي، الموقف، المعلومات أخرى إضافية راح أكتبها، وبعد كل شيء أضغط حق. الاهتمامات والأنشطة، مثلا الأنشطة شنو اللي أحبه، الاهتمامات مثلا قراءة الكتب، تطوير الذات، أي شيء أحبه. الاهتمامات والأنشطة هذه طبعا إضافية للي حاب يضيفها. معلومات الاتصال، مثلا الهاتف، موقع أي أكاونت أنا عندي حابة أني أشارك لهم راح أضغط هني أو أكتب هني. العنوان إذا حابة عنوان المنزل مثلا أكتبه، ومثل ما ذكرت بعد كل شيء نضغط حظ. بالأخير الصورة الشخصية، إذا أنا أبي أغيرها، مو حبتني هذه الصورة أغيرها، تحميل من جهاز اللابتوب، وبالأخير أضغط على كلمة الحفظ. هذه بالنسبة للصفحة الرئيسية عندنا. الملف الشخصي، كنا في ملف الشخصي عندنا الأصدقاء مثلا، إذا أنا مثلا ضايفة أصدقاء هني، عندي قائمة أصدقاء العديد مثلا، وأبي أبحث مثلا أكتب الاسم على طول راح يظهر لي، بس أنا حاليا ما عندي أصدقاء. قائمة جدولي، مثل ما هو ظاهر أمامنا هذا الجدول بالنسبة للشهر، نقدر نحط الجدول بالنسبة للأسبوع، و الأسبوع مثلا اليوم هني الأحد، هني الساعات، وهني اليوم الأحد والسبت والجمعة والخميس والأربعاء، هذا بالنسبة للأسبوع. مثلا أبي بالنسبة لليوم هذا يوم الأثنين، والساعات، ساعات اليوم نخليه بالنسبة للشهر. في شغلة لفتتني إن مثلا إيزي كلاس يميز لي شنو؟ يميز لي مثلا إذا أنا بالجدول حاطة واجب راح يكون باللون البرتغالي، امتحان مثلا راح يكون بالأزرق، ونشاط إلزامي باللون الأحمر أو الوردي، والسماوي نشاط خاص، والأخضر نشاط اختياري. طبعا أنا سويت نشاط بشهر 6/1/6، كان نشاط خاص، فمثل ما هو واضح أمامنا النشاط الخاص اللون السماوي
طبعا النشاط كان عن جمع الأعداد العشرية محطوط الساعة، واليوم اليوم 10:10:06 راح يكون النشاط. شلون أنا الحين أنشر نشاط؟ إضافة نشاط راح نختار التاريخ، أما بتاريخ 6 أنا عندي بتاريخ 10:06. لما نختار التاريخ راح أختار الشهر، شهر مثلا 6، أبي بيوم الأربعاء 2/6. أختار الوقت مثلا الساعة، خلينا نقول 9 الصبح، 9:25 الصبح. طبعا هذا بالوقت هذا وبالتاريخ هذا ينزل للطالب أنه ترى عندك نشاط. نقدر نضيف وقت الانتهاء، مثلا أبي ينتهي بتاريخ 3/6 بنفس الوقت، مثلا 9:10. اسم النشاط مثلا حل واجب. شرح النشاط مثلا حل أسئلة، كتاب الطالب مثلا صفحة 25. أقدر أختار مثل ما هو واضح، نشاط خاص، نشاط أنشطة إلزامية، نشاط اختياري، نشاط إلزامي، ونشاط حر. مثلا راح أقول نشاط حر أو نشاط إلزامي. ومثل ما ذكرنا هذه الميزة تلون لي مثل ما شرحنا. تفعيل التعليقات، إذا أنا أبي مثلا الطلبة يعلقون على الواجب راح أفعلها، إذا ما أبي أشيلها. فأنا أبي اختيار، طبعا أنا ليش سويت لي مادة على أساس إنه توضح لي الصورة. مثلا أنا أبي أختار المادة رياضيات الصف الثاني أول، وراح نتعلم مع بعض شلون ننشأ مادة. فأنا أنشأتها من قبل على أساس يكون واضح. أختار الصف وأضغط حفظ وتسليم. متى راح يتسلم لهالصف؟ راح يتسلم بتاريخ 2/6 وبهالساعة. أقدر أزيل وقت الانتهاء، بس أنا أبي وقت الانتهاء فأروح تسليم.